السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم وفيديو جديد من فيديوهات الطبخ بقى أسهل. النهاردة الفيديو بتاعنا عن النصايح البيطرية. طبعا زي ما قلت لكم إن أنا إن شاء الله كل فترة هعمل لكم فيديو عن النصايح البيطرية اللي هي خاصة بتربية الطيور في المنازل، عشان إن شاء الله كلنا نستفيد وكلنا نعرف نربي كويس. الحاجة اللي أنا عايزة أقولها لكم دلوقتي حلقة خاصة جدا ومهمة جدا جدا عن إسهال الفراخ البيضة في فترة التربية. الإسهال يا جماعة، الفراخ دي النهاردة أنا صحيت النهاردة لقيت الفراخ دي عندها إسهال مائي. عايزة أقول لكم الإسهال المائي ده عبارة عن يعني إسهال مائي فيه حواف كده بيضة. دي طبعا ما فيهاش أي شك يعني إن هي مايكوبلازموزيس. دي عبارة عن المايكوبلازما بالعربي. المايكوبلازما دي طبعا من الأمراض اللي هي البكتيرية اللي بتيجي للفراخ. ايه اللي جاب لهم يا جماعة الإسهال ده؟ اللي جاب لهم الإسهال ان انا طبعا فتحت عليهم فتحة يعني وسعت الفتحة التهوية شوية، فعلشان طبعا الجو حر زي ما انتم عارفين، ولكن المشكلة مش في حكاية الحر كده، يعني المشكلة ان بالليل الدنيا الحرارة بتنخفض اكتر، فده بيسبب ان الحاجات بتبرد. فالمايكوبلازما ده مرض يعني بالعربي كده، ده برد، عندهم برد. البرد ده بيسبب طبعا الاسهالات اللي انا بقول لكم عليها دي، وطبعا امراض تنفسيه. عايزه بقى اقول لكم حاجه مهمه جدا، لما احنا نلاقي الفراخ عندها المرض ده، ايه اللي يعرفني اصلا ان هو ده المرض اللي انا بتكلم عنه؟ ان انا الاقي الاسهال مائي وفي كده حراف بيضة او مفهوش، او اسهال يكون دموي مش احمر ولا بني، مش محمر ولا بني، يكون اسهال دموي فيه دم. ده معناه على طول المايكوبلازما. اعرف بقى اعمل ايه مع المايكوبلازما دي لما تيجي للفراخ؟ اول حاجة ان انا احافظ يعني اعدل البيئة اللي انا عملتها من الاول، يعني انا وسعت عليهم فتحة كبيرة ولاحظت انهم خدوا برد، يبقى لازم ارجع تاني في الفتحة دي اقللها شوية. الحاجة التانية عندي طبعا علاج وحيد ان شاء الله هيجيب يعني نتيجة ممتازة جدا معاكم يا جماعة، اللي هو الإريثروميسين. الإريثروميسين ده مضاد حيوي مهم جدا جدا بالنسبة للمايكوبلازما. الإريثروميسين ده عبارة عن، ده اسمه إريثروفيت، عبارة عن إريثروميسين، يعني هي الشركة مصنعاه باسم إريثروفيت، ولكن ده إريثروميسين مهم جدا جدا للفراخ. في طبعا في هم دلوقتي عندهم 30 يوم، أنا نسيت أقول لكم إن هم عندهم 30 يوم. طبعا إحنا فاضل 5 أيام بالظبط وخلاص هيتذبحوا، فلأن بقى المايكوبلازما دي بتعمل خفض فظيع في الوزن، يعني أنا دلوقتي ملاحظة إنهم خسوا من إمبارح للنهاردة، فعلا الفراخ وزنها نزل، ولو استمرنا على كده هنلاحظ إن هي بتاكل كل يوم والوزن بيقل، يعني بندي الاكل والوزن بيقل، يبقى احنا ما استفدناش حاجه، يبقى احنا بنخسر. فانا طبعا لازم اعالج المايكوبلازما وبسرعه. الحل الوحيد ليها ان انا هدي الإريثروميسين ده وهديه بالتبادل مع كوليستين. الكوليستين يا جماعه انا عندي منه دلوقتي اللي هو كوليفيت. الكوليفيت ده برده كوليستين، بس برده الشركه مصنعاه باسم كوليفيت. ده يا جماعه حطه مع الإريثروميسين في نفس الميه، يعني انا هحط نص معلقه من الكيس اللي هو الإريثروميسين ونص معلقه من الكوليفيت على نفس الميه لللتر الواحد، يعني السقايه دي 2 لتر هحط عليها معلقه من ده ومعلقه من ده، هو نص معلقه لللتر. دلوقتي هحط ده خلاص، انا كل ما احط ميه لمده 4 ايام هعمل كده علشان الفراخ تتحسن والاسهال ده يروح، وكل ما تاكل يبان عليها الاكل وايه، واستفيد طبعا من التربيه. الحاجه الثانيه بعد ما يخلص طبعا الإريثروميسين والكوليستين ده، يعني انا هشتغل عليه حوالي 4 ايام، بعد ما نخلص القصه دي هنعمل ايه؟ هندي فيتامين الف د 3 ه. ده بعد ما يخلصوا علاج الاسهال هندي الف د 3 ه، ده ضروري جدا جدا علشان طبعا الامعاء بتاعتهم. عايزين نحكي بقى شويه عن المايكوبلازما اللي انا قلت لكم عليها دي يا جماعه. هي اصلا مرض يعني تنفسي ومعوي، يعني انا دلوقتي هي مرض تنفسي، بس هو دلوقتي عندهم اسهال وعندهم طبعا اكيد مرض تنفسي، مش شرط يكون ظاهر بالنسبه للعطس او الكحه او كده، لكن هم هيعانوا بعد كده لو انا ما اديتهمش الادويه دي. طبعا انا لما اديهم العلاج اللي انا قلت لكم عليه ده ان شاء الله ان شاء الله، يعني في خلال الثلاث ايام اللي هدي فيهم الدواء، انا هدي 4 ايام، على بقى على 3 ايام كده هلاحظ ان ما عادش فيه اسهالات اصلا، وبدا طبعا الوزن يرتفع تاني زي ما كان. والحاجه الثانيه ان انا هدي لو انا بقى سبتهم ما عالجتهمش، لو انا ما عالجتهمش هيحصل ايه؟ هيتحول المايكوبلازما دي اللي هي مر اللي هي البرد العادي لسي ار دي. ايه السي ار دي ده؟ ده التهاب تنفسي مزمن. الالتهاب التنفسي المزمن ده يا جماعه لو اتعرضت ليه الفراخ
انا طبعا بنعالجه، ولكن لو استزمن معاهم المرض ده هنوصل لمرحلة ان الفرخ الابيض هيوقف اكل، والفرخ الابيض لو وقف اكل او وقف شرب يبقى كده خلاص، يبقى هو انتهى. حتى لو كبير في الوزن، حتى لو عمره كبير ووقف اكل وشرب، يبقى خلاص ما عادش فيه اي نتيجة من ان انا اديله اي علاج. فانا دلوقتي دايما بحافظ ان انا اول ما الاحظ اي امراض اديهم العلاج بسرعة بسرعة. ليه؟ علشان الحق اقضي على المرض ده واحسن البيئة طبعا. وطبعا انتوا شايفين، انا شايفة في خمول في بعض الطيور. طبعا هم في خلصوا اكل وشرب، بس انا ملاحظة برضو في خمول كده شوية. طبعا ان شاء الله ده هيروح مع العلاج اللي احنا هنديه لهم. الميزة في اي تربية فراخ ان احنا نلحق المرض من الاول. مش عايزة ابدا ان انا استنى لغاية ما الفراخ تعيا مني وتوصل لمرحلة سد، ان انا احط لها ادوية ما بتشربش واحط لها اكل ما بتاكلش، يبقى انا كده بوظت التربية بتاعتي. ده بالنسبة للاسهال يا جماعة، مهم جدا 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 تاخدوا بالكم الموضوع ده. ده اقوى علاج للمايكوبلازما. في بقى انواع اسهالات تانية كتير انا قلت لكم عنها قبل كده، ليها علاجات تانية هذكركم بيها سريعا. انا عايزاكم ترجعوا للفيديوهات يا جماعة بتاعتي في القناة اللي هي خاصة بالنصائح البيطرية. انا عاملة حوالي يعني 4 أو 5 فيديوهات عن الفراخ البيضاء في مراحل عمرها المختلفة، عايزاكم ترجعوا لها لو انتوا بتربوا لاول مرة، ولو انتوا بتربوا برضو كتير وعايزين تعرفوا معلومات جديدة ومهمة جدا وموثوق فيها. ان شاء الله ارجعوا للفيديوهات، هتستفيدوا كتير بإذن الله، وتشيروا طبعا الفيديوهات لأكبر عدد من الناس عشان الكل يستفيد. الحاجة اللي أنا عايزة أقولها لكم دلوقتي إن أنتوا في إسهالات تانية إحنا بنتكلم عنها. في يا جماعة إسهال أحمر، يعني هو بيبقى بني محمر، بني محمر، يعني أنا ألاحظ إن لونه بني محمر، مش هو مش أحمر بس. البني المحمر ده يا جماعة دليل قوي على وجود الكوكسيديا للفراخ، وفي الحالة دي أنا هعالجها بأي نوع من أنواع السلفات. يعني في سلفة ميكس، وفي سلفة ديمدين، ونيو سلفة برول، وفي حاجات كتير جدا، وفي كوكس كيور بيحتوي برضو على هو سلفة. عايزة أقول لكم إن شاء الله هنعالج السلفة أو البني المحمر بالسلفة إن شاء الله. أما بقى في حاجة تانية اللي هي الإسهال، يكون الإسهال بتاعهم بني بس اسود مائل للسواد، وريحته يا جماعه مش كويسه. يعني تدخلوا كده المكان بتاع الطيور تلاقي المكان ريحته مش كويسه، دي على طول كوليستريديا. الكوليستريديا علاجها الاكيد والواضح لو لقيته عند الفراخ يا جماعه اسهال بني مائل للسواد، ولونه مائل للسواد وريحته كريهه كده وواضحه انها مش كويسه، على طول تعرفوا ان دي كوليستريديا. وعلاجها سهل جدا جدا، اموكسيسيلين برده مضاد حيوي. اموكسيسيلين بيشتغل على الكوليستريديا كويس جدا. هديهم اموكسيسيلين ونص معلقه شاي برضو على لتر الميه. وما تنسوش طبعا بالتبادل او بعد ما تخلصوه ان انتوا لازم تدوا الفيتامينات بعد العلاج من الاسهالات، عشان طبعا نعوض النقص اللي كان عندهم اثناء الاسهال. كده انا ذكرت لكم الاسهال اللي ممكن تمر بيه الفراخ. في طبعا الاسهال الاخضر. الاسهال الاخضر برضو بيبقى مائي اخضر. يعني الاسهال الاخضر بيبقى برضو كوكسيدي، بيبقى نيوكاسل او برد. يعني نيوكاسل ده مرض فيروسي. عايزه بس افرق لكم بين الاسهال اللي ممكن يقضي على الفراخ كلها والاسهال اللي ممكن يحصل فيه نفوق بطيء. بالنسبه للمايكوبلازما اللي احنا اتكلمنا عنها النهارده، ده بيبقى النفوق بتاعه بطيء جدا، ما بتخافوش منه خالص. يعني لو لا قدر الله مات مننا اي حاجه قبل ما نعالجهم او اتاخرنا شويه في علاجهم، بيموت واحد او اتنين من القطيع كله. لكن يا جماعة في اسهالات بتحصد الفراخ وبيحصل نفوق عالي جدا، منها النيوكاسل. النيوكاسل ده مرض فيروسي، وبنحصن منه ضده يعني تحصينات فيروسية. انا هبقى اعمل لكم حلقة واحدة خاصة بكل التحصينات الفيروسية عشان تعملوا جدول عندكم بالنسبة للي بيربي اعداد كبيرة، انه ازاي يعمل التحصينات الفيروسية دوريا في معادها المظبوط. فانا بتكلم ان نيوكاسل بيسبب برضو الاسهال الاخضر ده. فانا عايزه اقول لكم بقى ان شاء الله تستنوني في حلقه جديده هعمل لكم فيها، اكلم لكم فيها عن الاسهالات الفيروسيه مرتبه كجدول تمشوا بيه. وانتوا راجعوا الحلقه دي كويس علشان اللي عنده فراخ بيربيها ولا قدر الله مر بالاسهال دوت يعرف على طول ان دي مايكوبلازما، ويديله على طول الاريثروميسين مع الكوليستين، ويديله الف دال 3 ه بعد ما يخلص العلاج منها. كده اكون خلصت الفيديو بتاعي النهارده.
عايزاكم تستنوني في فيديوهات جايه كتير. انا مستنيه تعليقاتكم ان انتوا تكتبولي عن اسئله كلكم بتربوا وكلكم بتواجهوا المشاكل الصحيه للفراخ. مش شرط تكونوا بتسالوني عن الفيديو اللي انا قدمته، انتوا تسالوني عن اي نصايح بيطريه، اي حاجه مرت بيها الفراخ هستنى اسئلتكم فيها، وان شاء الله هرد عليكم الاجابه المظبوطه. عايزه بقى تعملولي لايك للفيديو وتشيروا الفيديو لاكبر عدد من الناس عشان الناس كلها تستفيد، وعايزاكم طبعا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس لو ما اشتركتوش لأول مرة. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.